أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة ساحل تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في رحلة أخرى مع سحر البيان، مع أخويا وصديقي بخاري بن صالح. وإحنا في لقاء متجدد لقاء، نعم. وفي صميم اهتمامنا بالسحر البيان وجمال البيان اللغة العربية، مش نحب نحكيه على شخصية هامة جدا عرفناها، وهي شخصية المرحوم محمد العيش. يا سلام، رحمه الله تعالى. نعم، رحمه الله. من خيرة الناس ومن أطيب الأساتذة. نعم، أطيب الأساتذة. وعلما معلومة للسادة المشاهدين أنه سي محمد العيش كان كوارجي، كان حارس مرمى الملعب السوسي 53، سنة 53، ثم انتقل إلى تونس لضرورة إتمام الدراسة، فلعب مع النادي الإفريقي والفريق الوطني. نعم. أول مشاركة له كانت عام 67 في لبنان، ثم عاد إلى الملعب السوسي 59، وكانت عنده كنية مشهورة بها، مشهورة أنه زاد بشيخ شيخ بركات. بركات. أي. ها؟ قلنا عليها مرة، تفضلي. هذه وقت اللي لعب الفريق القومي ماتش في مصر سنة 61، تصدى لكل هجومات الفريق المصري في الشوط الأول. اش خلى المذيع؟ قال الشيخ، يعني نسبة للمدرس الأستاذ. نعم. الشيخ هذا كله بركة على الفريق القومي، وتسمى وقتها تعرف بشيخ الشيخ بركات. إذا ولد سنة 31 مارس 34، وتوفي رحمه الله سنة 6 في 6 سبتمبر 1998. نعم. وقت اللي وصل عمره 27 سنة مرض بالملاريا. نعم. يعني 1961 تقريبا، وشلق بها مخر مع شهرين. الشيء اللي خلاه اعتزل الرياضة واهتم وتفرغ للتدريس وللأدب وللشعر. نعم. كان شاعر، وكان متيما، كان شاعر عاشقا للعربية وللشعر. هو وعندك انت الكرة. لا عندنا الاثنين. هو انا اتذكر جيدا، هو يبدا واقف وصامت، وتحس اللي بكله شعر وعربيه. كان عنده حضور، كان عنده كسمات، كان وسيم متميز هكا في اخلاقه، وكان عنده الصمت المهيب، يقول كلمه في مكانها. كنا نحترموه، ومش في حد ثاني على بحنين، ولكن واقع كانت الدراسة عندها وما بالعهد من قدم مرة، وفما جيل متاع ممكن 40-45 سنة، كان احترام بين التلاميذ والأساتذة قائم، واحترام كلي مقدس، والهدايا، وخاصة يبدأ أستاذ عنده قيمة إضافية إن صح التعبير، وعنده شخصيته. كنا نبدأ نستناو في الحصة متاعه بفارغ الصبر. تصور أول لقاء، بعد ما كان كفما شوية صمت، قال أنا مش نقول لكم حاجة، راهو اللي يحب العربية وعنده شغف باش يتبع يتفضل يحضر، واللي ما عندوش رغبة راهو ما يجيش. معناتها أول مرة سمعناها. وفعلا قعدنا تقريبا يجي 15 تلميذ، ونحبوا أسيدي كيف ندخلوا للقسم كأن في محاضرة أدبية، في أمسية شعرية، وكان رقيقا وجميلا. هو أنا رحمه الله تعالى، أنا نقولها ودوما أقولها، هو اللي حببني في عربي. كان يعشق رشقات اللسان. رشقات اللسان أنت تتذكر عادة، ممكن أن نتذكر أكثر منك. أنا كنت نشربهم شربان. أنا نتذكر أول مرة بدأ يدخل لك في الجماليات، ودا معانا هكا، قال باش نقراو ابن الرومي، قصيد وحيد المغنية. حد حضرنا وقال لي تفضل اقرا سي بن صالح.
الأستاذ قلنا سي، للتلميذ قلوا سي. عاد هي المطلع متاعها، يا خليلي تيمتني وحيد ففؤادي بها معنن عميد، غادة زانها من الغصن قد ومن الظبي مقلتان وجيد. جميل. حتى لنوصل القول ابن الرومي يقول يصف صوت المغنية الجميل واللي فيه مد وفي نفس كافي، يقول مد في شأو صوتها نفس كاف كأنفاس عاشقيها مديد. أني نقرأ في البيت ذايا وقال لي لحظة، قلنا قاعدين تتصوروا في جمال اللغة ذي، وننصحكم باش تقرأوا العربية تستمتعوا بها تغذي الروح. عملنا هكا تقريب 5 دقائق يحبب فينا في اللغة العربية، وفعلا فعلا والله هو أنا أتذكر الله يرحمه هكا عنده جمال في النطق وفي التعبير، وعاش ممتاز على عودة وشاعر معناتها اكتمل. أما وساعات تانية اللي حب نتفكر يتكلم وحده شوية ساعات هو فقط يصير لي يتمتم في يتغنى بأشياء جميلة، يتذكر أشياء جميلة. مرة كان قال ما نعرفش تحسوا لي صوت فيروز كأنه أنا كان يعشق صوت فيروز. فيروز صوتها كأنه مرأة غزلت الصوف حتى لين أصبح خيط ولكن متين، كذلك صوت فيروز جميل ومتين. هكا فماش موجب هو يتفكر الأشياء الجميلة تقفز ذهنه ويقولها. حب العربية وحب الجمال هكا الاثنين. عنده كان عنده الأشياء الخمسة هذيك أنت تذكرها. هو مرة قال من الحكم الجميلة 5 أشياء تذهب هباء: شمعة توقد في النهار، طعام يستجاد ويقدم إلى شبعان أو يوضع على مقبرة، حسناء جميلة تزف إلى عنين، مطر وابل ينزل على أرض سبخة. وبيت القصيدة والكلمة المفتاح: ومعروف يسدى إلى غير أهله فيا للخسار. إن أنت كرمت الكريم ملكته، وإن أنت كرمت اللئيم تمرد. ومن عرش تتذكر أنت تتذكر الحكمة الجميلة. قال: رأت فتاة فتى من بعيد فعلمت أنه غريب، فمشت إليه وسلمت وقالت: ممن الفتى؟ قالها: أنا من قوم إذا أحبوا ماتوا. فقالت له: عذري ورب الكعبة. هذوما يغذينا بهم هكا ويخلينا كان نتفكر زادا كان يحب الإنسان المعطاء في الحياة في الأخلاق في كان يحررنا. شفت هذيك مفهوم العطاء بالنسبة لي هذيك سي طارق التلقائي. هذا ما نقولش أن نقول مفقود، لأنه لنعيشوه نحن نعيش أزمة أخلاق. أحببنا أم كرهنا نحن نعيش أزمة أخلاق. والأستاذ عنده دور كبير والجو العام عنده دور كبير. كانوا الأساتذة يتكلموا في الميدان هذا ويتكلموا على الأخلاقيات، لأنه الأمم تقام على الأخلاق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ثم أنه البيت اللي كل مرة نكرروه أبيات شوقي الأخرى اللي جميلة جدا ومعبرة: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلة، لا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولة، وإذا ذهبت أخلاق قوم فأقم عليهم مأتما وعاويلا. بليغ جدا بالحق صحيح، فماش أخلاق فماشي. ودوما نعيد أيضا صلاح أمريكا أيها الإنسان للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم، كل شيء مرد الأخلاق، بالأخلاق تبنى الأمم. أخلاق القراءة المعرفة فيش حتى شك. نعم التواصل كيف يضيع ذي كل يضيع كل شيء أخلاق الكلام. أنت تتذكر توا بالنسبة للجيل متاعنا المدخل متاع الأساتذة قبل، تتذكر سي طارق كنا نهبطوا من المادة من التروتوار باش ما نتعداوش قدام باب هيبة وحنا في سن معينة. فعلا تفكرها مليح. تتذكر ولا باب الأساتذة ما نتعداوش قدامه أصلا، توا تلامذة تدخن قدامه مع الأسف. يعني أسف هذا توا اللي يعرف مع الثانوي بسوسة والجيل متاعنا. والله ساعات يجيني
صديق يقول لي والله وقفت وبكيت وهبط دمعات فعلا يهبط يبكي فعلا مال فعلا مال مال عاد انت ذكرتني تفضلي حبيت اقول لك اللي انت حصل لك الشرف وقتها كان بطلب من سي بشير الحمروني انك بنت الله يرحمه اني مع الاسف مع الاسف لانه من بعد تفارقنا ونتذكر كونه اول لقاء اذاعي عملته مع سي محمد العياشي كان عندي حصه اسمها عشاق الليل أو عشاق القمر عاد البرنامج هو أدبي شعري وكان ذكرت هذه تقريب سنة 84-83 أول حصة عملتها إذاعية خارجية سجلت مع سمو حمد العياشي كان لي شرف كون سجلت معه واستمتعت مع الأسف ما قعدش كل قدر كانوا لي بوند هذوك المانيتيك ما عادوش ما يتصورش انسان هكا باش يقعد ارشيف ما كانتش تتذكر كان يحثنا على العطاء وعلى الاخلاق وعلى ديما الموضوع هذا عاد قال هي ابو ماضي تكلم عن شجره التين حبت تخبي جمالها يا اخي فاجتثها صاحب البستان قال وتينة غضت الأفنان باسقة قالت لأطرابها والصيف يحتضر بئس القضاء الذي في الأرض أوجدني عندي الجمال وغير عنده النظر لأحبسن على نفسي عوارفها فلا يبين لها في غيرها أثر فاجتثها صاحب البستان فهوت في النار تستعر من ليس يسخو بما تسخو الحياة به فإنه أحمق بالحرص ينتحر نعم يجب عليك أن تسخو تعطي من ذاتك عندك علم ما تخبيش علمك الأستاذ يكون معطاء يكون يبذل جهده الرجل العلم يعطي من علمه تعطي البلد متاعك في جميع الميادين تكون معطاء فعلا وبهذه الطريقة تتقدم الأمم وتصبح عندها شأن وانا متفكر كذلك ما انا اكتشفته بالقديه بخلاف الشيء اللي عشته وانت معنا عشناه مع بعضنا سنه 95 كي جينا في مهرجان القرن العشرين وقتها نظموا المرحوم عبد الحفيظ البراوي والوالد محمد الزرقاتي وقتها في 95 تم تكريمه في مهرجان كبير مهرجان القرن العشرين اللي كانوا فيه تقريب 300 شخصيه مده قرن في سوسه ما شاء الله على سوسه مسك الختام معك بس محمد كان شخصية أي. انت بكري ما جاوبتكش على التأبين يعني بعجالة ان شاء الله انا رجع لك ما ان شاء الله ما تولاش على مسك الختام معناه من خلال انك حصلت على شرف تأبينه سر علاقتك بس محمد العياشي والله علاقتي يعني أنا من خلال كلامي علاقتي كانت علاقة صديق بصديق ورغم اني كنت تلميذه ولكن كان رفيع المستوى وكان كأنه تنبأ لي أن أصبح في مدى الإعلام ونتذكر مليح أني كنت نقرأ القصائد ونقرأ ديما يخليني أني نقرأ وشجعني مرة قرينا بعد ما قريت قصيد وحيد مغنية ما ننساش انحنى وربت على كتفي قال لي ديما أقرأ ستصبح شيئا ما ما نسيتهاش أنا بكل تواضع والحمد لله ولكن خلاني نحب العربية وخلاني نواصل وفي تأبينه أني حصل لي شرف مع الأسف ما كنتش نعلم اللي هو توفى ولكن فوجئت وبسي بشير الحمروني رجل البخية من عرش حصيره أعد وكان وقتها في مركز الثقافة كان شي حاضر شي أحمد خالد كبار المثقفين في سوسة وعملنا التأبين وهم كلفوني باش نكتباني التأبين وكانت علاقتي به راقيه وكتبت والحمد لله ووفقت في تقديمه رغم اني يعني قدام هاله من الساده الافاضل والادباء ومن انا وقتها ولكن الحمد لله تعدات جميله. اذا في الختام عندك ما تضيف كلمه اخيره؟ والله في الختام ماذا ساضيف؟ اني سعيد اللي يكون معك ونثير هالحنين هذا اللي يخلينا نجنحوا شويه في الخيال ونرجعوا فهمتني نرجعوا اين ضحكنا دعما باهتمامنا وعشقنا للغه العربيه وجمالها وسحرها خاصه الساده اللي اساتذتنا اللي قرؤونا واللي حبونا
في في في, في العلم وفي في الدراسة، ونقول احنا لشبابنا اللي احنا رانا كنا معناتها في الدراسة كنا نحترموا أنفسنا ونحترموا المقام اللي احنا فيه ونحترموا المؤسسة التربوية، ورو بالعلم والمعرفة يوصل الإنسان موش بالجهل. الناس موتى وأهل العلم أحياء، فيش حتى شك. يا سلام. إذن بهذا الكلام الجميل نختم اليوم حصتنا على مهتمة بجمال اللغة العربية، وخاصة خلال احنا دي اسم خصصناه لسي محمد عياشي. سي محمد عياشي وما كان يستحق حصة أكثر من هكا إن شاء الله. نعم مالا نعم. إذن أعزائي المشاهدين، مسك الختام كان اليوم مع الأخ البخاري بن صالح وعلاقات ذكريات الحلوة مع المرحوم، ومعك شي طارق أيضا. نعم محمد عياشي، إلى أن نلتقي في سحر آخر من سحر البيان، إلى اللقاء.